السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب، واليوم معي دحوم. يا هلا ومرحبا. ايوه انا ارسم كاني زي والله كنك. هاي صبر، ابا انا وانا صغير لما كنت شباب. ها شيء بالرجال. اليوم جايب لكم ماب القراصنة البحر، سي اوف ثيفز. هذا اسم مصمم ماب انستغرام حقه، وخلونا نبدا في الماب. بسم الله. طيب مرحله، اوكي ستيج 1. والله تصميم رهيب. لا شوف كل مكان حاط الاخطبوط وذا الاشياء. ابحث عن شعله الاشعال الديناميت. اوكي يقول دور الشعله. يا ساتر وين نروح؟ طيب اتوقع انه هنا. انا بنزل هنا عاد انت شوف. طيب وين نلقاها ذي؟ والله ما ادري. كذا ندور في مكان مفتوح، على مفتوح. اتوقع انه على مفتوح. يب اسمك انت فوقي ولا وراي؟ انا فوقي. كان يخرج. اوكي انا المكان ذا ما لقيت فيه شيء. اوه نايس. اوه في هوايه هنا ما ادري مويه. هذا توقع شيء يمنعك انك تمر، فهمت؟ يب هذا هي. وين؟ لا ما ادري اذا هي ولا لا، في شيء هنا. لا شلون رقيت فوق؟ اتوقع عادي. ما رقيت ما اقدر ارقى. قصدك هذه؟ ايه الشيء اللي فوق ما ادري. لا مو فيه. اصبر. اوه اصبر. ما يمدينا نمشي. ساتر. ها؟ والله اني ذكي. شوف شلون؟ لا 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 تروح تروح تروح. والله اكيد حاطه هو كذا صدقني. لا 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 ما في شعله. طيب دقيقه انا عديت المكان هذا نشوف. هل يعتبر غش يا ولا؟ دقيقه في مكان هذا ما حد جاء. لقيتها. تعال تعال بس تعال. الله يجزاك. اخيرا انت صورتي. شوف شعله كيف. انا ضيعت. وين رحنا معنا؟ لا من هنا. لا 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 الماء يطفى. الماء يطفى. قريت لمحه. والله اعطيت لمحه. اوه يا ناس مسوحين باركور. ها سلوم انت تستطيع. لا تسقط يا سلوم. لا تسقط. يا ساتر يا ساتر. ما حب الباركور يا اخي. انا اقول ليش حط باركور هنا؟ دفيتني يا شيخ في النهايه. وطيع ما طفت اهم شيء. لا ما عليك ايزي يا رجال. ها شلون؟ بسم الله. بس تعال تعال شوف. لا هذا غش. هذا غش. اوكي ستيج 2. غش. يا ربي اي من زمان باركور يا اخي تكفى. بس كذا باركور. اوكي وش بتسوي تحريات بعد؟ والله قاعد ادور. اوكي حلو. ها وش ذا؟ ايش تبي؟ رجعت. اصبر. اوه يبغى. يا ساتر شفت اللي فوقنا؟ مرة ثانية؟ شفت اللي فوقنا القماش هذا؟ ايه هذا يدفن عليه، وبعدين نكمل باركور، بعدين نروح على الاحمر، بعدين يدفن على فوق، فهمت؟ فوخر. عليكم السلام. شفت شلون؟ واي طيحة ترجعك من البداية. كم ضيقة. يا الله ليش تسوي كذا؟ انا ليش انط؟ خلصت انت؟ اتوقع اني خلصت. والله تحس انك تلعب كراش. يا ساتر والله لا الحين هذه المرحله هي هذا. ارقى فوق الصناديق. لا لا ارجع ارقى فوق الصناديق بسرعه لا يروح السبيد. لا 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 راح منك. راح. اوكي حلو. الله ما في تشيك بوينت. جرب عليك انزل. ما ادري. لا لا ستيج 3 حلو. باركور. اتوقع انه باركور. حلو. اللي ورانا بعدين. اقرا ليش الملابس؟ كنا بعيدة يب. يقول كمل سي. اوه هنا. وانا قاعد ارجع ورا. اما الضيقة اشياء واجد طقة فيها. جبتها. يا ساتر تكفى. والله تصميم الماب خرافي. هذه شلون؟ لا مستحيلة هذه. مستحيلة. والله مستحيلة. قاعد تشوفني؟ لأن ما في أي شيء هنا فهمت؟ لان من فور الثانيه بدنا تروح. تتوقع في شيء مخفي ولا جرب؟ لا يلا بجرب. نافوره عليد. طيب اروح لهذه بعدين. حشوف الخشب. خلاص كمل سيده. لا توقف على الخشب. اي لا توقف. حلو ما يمدينا نمشي على الخشبه الثانيه. يمدينا نمشي على الملابس. شوف شو يمديك. يمديك. اوكي الخشبه الثانيه الحين طب على هذه وتعال ارقى فوق. يا رب يا شيخ من اول تكفى. اخيرا ما طلع اني اخذت تشيك بوينت. ان شاء الله ما اخذ. الا لا هذا تحتي. يلا روح. بسم الله. يا ساتر هجتك. نص يسار بعدين تروح يمين.
نقطتين وربع. شوف في كراتين. الأولى ما سويتها. ايش اللي سويته انت؟ روح روح. يمين انت روح. بعدين نط مبكر. بعدين نط ثاني. بعدين على ذي. اتوقع اني وصلت. يب وصلت. اما تنقل لازم تجيبها على الصندوق. اي الصندوق نط مبكر وزن وضغط السات. ايوه بس الحين يقول لك مناره قارب نخله. مناره ناقص قارب ناقص نخله ناقص سفهام. المناره يكول 2 مناره. ايه هذه شفت ثنتين. النخل كم نخله؟ قارب وش قارب ما في خمسه. طيب 1 2 3 4 5 ايه 5 5 نخله 1 2 3 4 5 6 ولا لا 1 2 3 4 5 اي 6 6 6 و 6 5 مناره 2 6 5 13 ناقص 5 13 13 صح؟ 6 5 2 13 لا لا دقيقه مناره. اوه فهمت. فق 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 اتوقع. شوف مناره كم قلنا؟ 2 صح؟ المناره مكتوب 2 القوارب 5 مناره 2 النخل 6 القوارب 5 وهذا 6 تحط الارقام يعني ورا بعض اخير 3 اي بس وش الشيء الاخير؟ وات حبيبي قلت لك قلت لك الباب ورا كان مقفل قبل شوي انا ابغى ادخل من هنا قلت لك حط ارقامهم بس يا اخي انا توقعت وشو مساله حسابيه فهمت؟ انزل هنا اللي بعده اوه مرحله 6 ايش هي قدام مكتوب؟ اوه كان خلص الباركور استني جبت العيد لا لا ما نموت صح؟ اي والله تفعيل اكتر رايحين باركور تعال تعال في تشيك بوينت تعال تعال في تشيك بوينت طيب ايش اللي فيه؟ ماشي اكس ايكوال ريد طيب تفعيل اكتف طيب اكس ايكوال ريد طيب يعني اضغط هذا ايكوال ريد وش وين مكتوب؟ فهمت 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 الالوان ياب 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 يبغى الاحمر الاكس احمر الاكس احمر طيب اصبر في النص هذول المفروض يكونون احمر اي العكس المفروض طيب اصبر انت عكسته انت عكسته طيب كذا 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 احنا قلنا اللي في النص احمر يعني هذه اضغط هذا احمر هنا احمر ايوه هنا اخضر بس مضبوط مضبوط بس اضغط اكتب بس مضبوط يلا ما صار شيء لازم انت والله تم الغى القفل كيف عندنا انا الحز مخي الثنتين فهمت والله رهيب الماب شوف شوف كيف التصميم يعني بالله جامد يا اخي من البدايه والله اقول لك تصميم خرافي اوه طلعنا فوق دور دور لا تكفى طيب شلون الحين دز لا ما اتوقع ما في شيء ما في شيء ما اتوقع الا دز شيك دز يا اخوي امشي تعال زين لف يمين فهمت لف يمين لف يمين لف يمين اربع يا ساتر طيب بس متاخر انتظر يصلي لو على اخر شيء يقطعه من القهر هو اللي على اليسار ذا يجيك مره فهمت بعدين يطول بعدين اذا خلصوا المره هم اللي بدونه يرجع من جديد انت رحت قطع شكلك طيب خليني اقول لك كيف طريقه طيب شيء اذا لمس فيهم على طول يلغى التفعيل يعني حلو 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 انقز انقز جاك جاك بعدك اوف والله الا نقطه اوكي اوبن يا اخي اقسم بالله افكاره خرافيه والله رهيب والله رهيب طيب دوم الفكره خرشنا مو كذا اقسم بالله رهيب اوكي هذا تنط على فوق يا ساتر انا برا ما اشوف شيء المشكله تطلع برا المويه خلاص ما تشوف قاعد فيك تدري انا طاير طيب الحين وين اروح كم سيدة اخير شيء والله صعب اقسم بالله انه صعب يلخم اوه ما متت شلون ما ادري الحين تفنن ها بعد ما مت قلتنا اوكي روح طيب انا ابغاهم انا اتنمي طيب يوجد في الاعلى مدفع وجه نحو الباونسر واطلق اوكي تركب المدفع وينه؟ اوه هذا هو يا ساتر شلون نشوف الحين؟ انا اشوف صح اقطعهم بالبله بشر والله جامده اقسم بالله جامده تكفى لا 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 مو برا مو برا مو برا مو برا اوه في باونسرين ثانيه كمل كمل كلها سيده كلها سيده ها انت انت كوره انا ماني بكوره يا حبيبي وصلت 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 يمين بالله انه خرافي
دين. انا طلقتك. اما انت اللي ذا. يب انا كابتن. طيب يمديك تطلق نفسك ترى. اضغط كنترول و لا تكفى ما عيد هذا كله تكفى لا. لا ترى هو شوف يودي قدام ثم يرجع كورة ثم يقدم قدام. عيد القبل. قاعد تعيد حقة ال ذا فلنت. يب. الحين بوصلك. كيف؟ والله نايس. جامد. طيب هنا. مرة. نسبح. ما اعرف السباحة مرة يا ولد. اول واحدة تنط. واضح انها تحت تنزل. ياه. اول واحدة نطة. يا تنط يا تنزل يعني. شوف الصغيرة نطة اوكي. شفت كيف؟ بعد شوي لا 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 نطة. يقطع ام القهر. هي فكرتها نطة بعدين نزلة. بعدين في النص. نطة نزلة في النص. شنو قلت نطة نطة. اوه صغيرة سريعة. والله مو ايزي. تكملة. اما تكملة. والله. ترى الصغيرة سريعة مرة. اوكي. اوه اللي في يمين. يا ساتر يا ساتر يا ساتر تكفى تكفى. تحوووو ايزي. يمين بالله خرافي. دقة القراصنة. عرفت الدقة؟ يب يب. والله ديم. وينك انت؟ باركور كامل طلع. اقسم بالله انه خرافي. يمين بالله انه خرافي. تدري ايش كاتب اخر شيء؟ شغلك الدقة مرة ثانية. ايش كاتب؟ انت مش بعدين هذا. والله ديم يا اخي ديم ما اقسم بالله والله ديم من افضل اخر مابات لعبتها يا حي من افضل مابات لعبتها والله والله من افضل مابات لعبتها من ناحيه التصميم من ناحيه افكار جديده يعني ما هي مكرره جايبها على الثيم كلها تمشي شو ايش كاتب هنا بس ايش كاتب هنا بيسلوا شكرا انا اسمي انا اسمي والله شوف يعني ما قلت دحين بيلعب معي يا اخي شكرا انت يا اخي والله مباتك حاطك تقييمك من 10 والله 10 من 10 والله 10 اقسم بالله 10 من 10 ولا غلطه ولا غلطه هذا انستغرام حقه يقول تعليق جميل يسعدني علقوا في الانستغرام حقه ضبطوه وانستغرامي بعد بيسلوني يعني اذا تبون تجون وقناتي الثانيه بالديسكربشن حقت رياكشن وشكرا لكم جميعا على كل شيء قناه دحين في الديسكربشن كود الماب اللي يبغى يلعبه الماب رهيب جدا رهيب وشكرا لكل صانعي مابات العرب شكرا لكم جميعا نشوفكم على خير سلام